المشاهدون المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. يسرنا أن نرحب بكم عبر فضائية إيرسات وبرنامج قضايا وشؤون، نناقش في حلقة اليوم مع ضيوف كرام الاتحاد الكتاب الإريتريين بالمهجر. وهذا الاتحاد قام على فكرة أن يكون وعاء جامعا للكتاب الإريتريين بالمهجر، المهجر بالنسبة للإريتريين هو الموطن البديل لإريتريا، حيث ما ظلت الهجرة بالنسبة للإريتريين لسنوات طويلة ولا زالت مستمرة. ولمعالجة الإشكاليات في ظل الغياب عن الوطن، قامت النخبة من الإريتريين الكتاب والأدباء وغيرهم من المثقفين بتأسيس اتحاد الكتاب الإريتريين بالمهجر. ولمناقشة هذا الاتحاد والتعرف عليه، يسرني أن أستضيف بعض من قيادة اتحاد الكتاب الإريتريين بالمهجر، وعلى رأسهم الأستاذ الكاتب الأديب هاشم محمود رئيس الاتحاد، والأستاذ الكاتب إبراهيم ألولا نائب الرئيس مسؤول العلاقات الخارجية، والأستاذ الكاتب محمد رمضان مسؤول الإعلام. أهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام في فضائية الرسات وبرنامج قضايا وشؤون، ونأمل أن نقضي سويا وقتا ممتعا نتحدث فيه عن الاتحاد وفكرة تأسيسه ونشاطه وما يمكن أن ينتظر منه في المستقبل. أهلا بكم. أهلا وسهلا بك مرحبا. أستاذ كرار، وأهلا بمتابعي الرسات، وأحيي إخوتي في التنفيذية. أهلا أستاذ هاشم. نعم أستاذ إبراهيم نائب رئيس الاتحاد مسؤول العلاقات الخارجية، أهلا أهلا بك في وسهلا، الفضائية أستاذ. أهلا وسهلا بالأستاذ كرار الإعلام المخضرم، وأهلا وسهلا بإيرسات، وأهلا بالمستمعين، حياك الله وشكرا على الاستضافة الكريمة. نعم أستاذنا. نعم أستاذ أنا محمد حي. رمضان، أهلا بك. مرحبا أستاذ كرار، أولا أشكرك على الاستضافة، ونحيي عبر هذه الثاني إدارة قناة إيرسات، ونحيي أيضا متابعي قناة إيرسات في داخل أريتريا وخارجها، ونحيي الشعب الأريتري باحتفاله بالعيد 63 بمناسبة انطلاقة ثورة الفاتح من سبتمبر. شكرا لك على الاستضافة مرة أخرى. شكرا لكم جميعا لتلبية الدعوة وحضوركم في هذا البرنامج لتسليط الضوء على الاتحاد. سأبدأ بالأستاذ الكاتب هاشم محمود رئيس الاتحاد، وأطرح السؤال الأول: فكرة الاتحاد كيف بدأت، وما هي الأهداف التي انطلقت من أجلها الأستاذ هاشم محمود؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، التحية والتقدير لكل الكتاب الإريتريين أينما وجدوا في المهاجر. وأؤكد أولا هذه الفكرة بدأت من الأستاذة فاطمة موسى عبر اتصال مباشر لقضايا ما يعاني منها الكاتب الإريتري في المهجر، وبدوري اتصلت بأخي محمود شامي فكوننا النواة الأولى، والتحق بنا الكثيرون من أبناء إريتريا في المهجر ورحبوا بالفكرة. الهدف منا جمع شمل الكتاب الإريتريين ومناقشة القضايا. هنا دعني أرحب وأحيي مجهودات الإدارة السابقة متمثلة في الأستاذ محجوب حامد والأستاذ عبد القادر ميكال والأستاذ محمد رمضان الذي يوجد معنا في هذه الحلقة، وكذلك أثمن جهود الإخوة المهندس موسى عبد الخير والأخت جسم الحاج والكثيرون الذين قدموا لفكرة الاتحاد. هدف الفكرة كان وما يزال وسيظل العمل على حل قضايا الكتاب الإريتريين مما يعانوه في الخارج، والمشاكل التي تطرأ للكتاب سواء كان في النشر في الطباعة، خلق علاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تهتم بالنشر. أقول نحن ما زلنا في بداية الطريق، ونحتاج إلى الكثير، ونحتاج أيضا إلى جهد كل إنسان. وهنا دعني أكرر ترحيبي بكل الذين دعموا فكرة هذا الاتحاد
في المهد، وكل الذين وعدوا الالتحاق به. بدأ الاتحاد بهذه الفكرة، بفكرة مجموعة عبر الواتساب، وإلى أن وصلنا إلى المؤتمر التأسيسي. وفي المؤتمر التأسيسي انبثقت منه القيادة التي أدارت المرحلة الأولى، وأعتقد الأستاذ محمد رمضان السكرتير العام للاتحاد، ورفاقه محجوب حامد وفاطمة موسى وعبد القادر ميكال عملوا، وأختنا أسمهان عملوا كل ما بوسعهم، وهنا أكرر شكري لهم. الآن الاتحاد من مجموعة واتساب إلى مؤتمر تأسيسي، ثم إلى الفضاء عبر موقع للاتحاد. هنا يجب أيضا وكذلك أكرر مزيدا من الشكر للسكرتير العام السابق الأستاذ محمد رمضان، الذي تكفل بإنشاء صفحة الاتحاد على الفيسبوك، وهذه الصفحة عرفت الكثير من نظرائنا العرب بقضايا الاتحاد وما يعانيه الاتحاد وما يعانيه الكتاب الإريتريين، وعمل على ربط الأواصر. كذلك هنالك أنشئت مجلة نوافذ، وصدر منها عددين، والتحية لقيادة هذه المجلة في دورتها الأولى. وكذلك أبشر أن المجلة الآن على رأس إدارة جديدة، مع الجزيل والشكر للإدارة السابقة. هذا كل ما يمكن أن أقوله عن فكرة تأسيس الاتحاد والمراحل الأولية التي مر بها الاتحاد. نعم، شكرا استاذنا الكاتب هاشم محمود على هذه الإفادة. ربما السؤال الآخر التالي أوجهه للأستاذ محمد رمضان، وهو مسؤول الإعلام في هذه الدورة. أستاذ محمد، يعني مرحلة الجمود وكيفية الخروج منها بمبادرة الإصلاح التي أنقذت الاتحاد من العثرات التي تعرض لها، والآن ها أنتم يعني قيادة الاتحاد، يعني استطعتم الخروج إلى بر الأمان كما يقال، والاتحاد عاد للعمل مجددا. أستاذ محمد رمضان، مرحلة الجمود ربما إذا حدثنا عنها وكيفية الخروج منه بمبادرة الإصلاح. في الحقيقة واجهتنا مشكلة في الرؤى في المؤتمر الأول للاتحاد، وهي كانت حول الافتتاح، وتجاوزنا ذلك بتكوين لجنة تسييرية من عدد 3 أشخاص تقريبا، ولكن بسبب الخلافات في الرؤى لم تستطع القيام وتسيير العمل في الاتحاد. فتمخضت فكرة من الأستاذ صالح سعد، وهو حقيقة من الجنود الذين يعملون ليلا عن نهار من أجل الاتحاد ومن أجل فكرة الاتحاد، وهو كما نعلم هو نائب رئيس تحرير مجلة نوافذ، ونائب رئيس نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والتي كان يترأسها الأستاذ كرار غيابه. الأخ صالح سعد قدم مبادرة تتلخص في تكوين مكتب تنفيذي مؤقت من عضوين من اللجنة التسييرية للاتحاد، وعضوين من المكتب التنفيذي السابق، وعضو من اللجنة التحضيرية. هذه تمت مشاورات حول من يقود هذا المكتب التنفيذي في هذه المرحلة، وهذه المبادرة حقيقة وجدت الإجماع من الجمعية العمومية للاتحاد، ومن هنا أخذت الشرعية. وعلى ضوء هذه الشرعية الممنوحة تم تأسيس المكتب التنفيذي، وبناء على المبادرة أيضا تم تكوين المجلس الإداري المؤقت والذي مدته عام. لكن بعد التكوين اتنفتنا أيضا جمود، وذلك بانشغالات هنا وهناك وسفر البعض، ولكن بحمد الله وعوني بدأنا من جديد بعد مرحلة جمود أو بيات شتوي، والآن نحن الآن نتلمس الخطى لنعبر بالاتحاد إلى أن يصل للمؤتمر العام الأول بإذن الله. أنتقل إلى الأستاذ إبراهيم ألولا، نائب رئيس المكتب التنفيذي ومسؤول العلاقات الخارجية. أستاذ
إبراهيم، يعني هل لدى القيادة الجديدة رؤية أو تصور لتوسيع المشاركة في الاتحاد؟ أهلا وسهلا أستاذ كرار. نعم سلام. نعم، حيث عضوية الاتحاد الحالية لا تمثل حتى 10% من الكتاب الإريتريين، بين هلالين روائيين، قصاصين، شعراء، كتاب، إعلاميين من عائلة الكتابة، ومن حيث وذلك من حيث الكم والنوع، وربما هذا ما جعل مسيرة الاتحاد تتعثر منذ انطلاقتها الأولى. وضمن برنامج المكتب التنفيذي سوف نركز في استيعاب أكبر قدر ممكن من الكتاب المؤهلين والمقتدرين والفاعلين من أصحاب الحس بالمسؤولية في المرحلة، حتى نضمن نجاح المؤتمر ويتم تسليم الأمانة إلى ذوي الكفاءات بحق. فهدف المكتب التنفيذي فعلا استيعاب كفاءات وموجودة، والكفاءات موجودة، الكتاب على مستوى عالي موجودين وبعيدين كانوا على الاتحاد، وإحنا المكتب التنفيذي فعلا حيسخر كل جهده بحيث يضمهم في الوعاء، كما أسلفت يعني الوعاء هذا يجب أن يكون جامع بكل المقدرات الكتابية. نعم شكرا أستاذنا. الأستاذ نعم أستاذ هاشم محمود رئيس الاتحاد، يعني الأنشطة الثقافية والأدبية والفكرية بالنسبة للاتحاد أستاذ هاشم، هل لديكم تصور في هذه المرحلة تسعون لتقديمه في الساحة الأدبية؟ قطع شك قطع شك. نحن منذ أن تم تكليفنا من قبل الأخوة في الجمعية العمومية، يا الصوت شوية أستاذ هاشم الله يخليك. قطع شك إن شاء الله نحن وضعنا بعض البرامج، ومعظم المكاتب وضعت برامجها، ومجتهدون في المشاركة وبفعالية عالية بكل البرامج الثقافية، سواء كانت كل محل إقامتنا. وهنالك لنا تصور لإقامة لقاءات ومناقشة بعض الأعمال الأدبية الإريترية عبر نقاد مهتمين من الإخوة العرب، ونقدم في ذلك الرأي والرأي الآخر لخدمة مسيرة الأدب الإريتري. إن شاء الله سنتحرك في هذا الاتجاه، ونعمل على تفعيل اتحادنا ويكون موجود بفعالية وبنشاط أكثر حتى ينعقد المؤتمر وتسلم الأمانة إلى الجهة التي يختارها المؤتمرون. نعم أستاذ. أستاذ محمد رمضان أعود إليك يعني مجددا، يعني خطوات ما بعد نجاح المبادرة أستاذ محمد رمضان وتكوين المكتب التنفيذي المؤقت والمجلس أيضا الإداري المؤقت، كيف تسير الأمور الآن؟ يعني ولو حدثنا عن خطوات العمل وروح التوافق، ويعني ما هي مهام المكتب التنفيذي المؤقت والذي حددت مدته لعامين؟ أولا، كما ذكر الأستاذ هاشم محمود والأستاذ إبراهيم اللولة، فكرتنا تتمحور حول استيعاب عدد مقدر من الكتاب والإعلاميين والأدباء في الاتحاد، لأن هذه مسؤولية، ومسيرة الاتحاد حقيقة تحتاج إلى عدد مقدر من الناس. نحن سنبذل قصارى جهدنا إن شاء الله في هذه المرحلة، أولا لتوصيل الاتحاد إلى المؤتمر العام، واستيعاب أكبر عدد ممكن من الإخوة الكتاب والإعلاميين. نحن وضعنا تصور مكتب الرئيس ونائب الرئيس والإخوة في السكرتير العام للاتحاد، والأخ كرار هياب مسؤول الإعلام أيضا وهو معنا في هذه الحلقة كإعلامي. تمت تقديم تصورات ووضع تصورات حول خطة ما حول الخطة التي سوف يهتدي بها المكتب التنفيذي. هذه الخطة وهذه التصورات تم تقديمها للإخوة في المجلس الإداري للموافقة عليها، وبالفعل تمت المصادقة على هذه التصورات قبل يومين بالتحديد، ونحن قد شرعنا بإذن الله
في تكوين إدارة تحرير للمجلة. وكما ذكر الأخ هاشم، نحن نشكر الإخوة في إدارة تحرير مجلة نوافذ على رأسهم الأستاذ الباش مهندس موسى عول، الذي أصدر بجهد ذاتي خالص عدد من مجلة نوافذ. سنستمر في إصدار مجلة نوافذ، ونحن نحتاج للأستاذ موسى وآخرين أيضا لدفع مسيرة هذه المجلة. كما يوجد لدينا أو في جعبتنا كمكتب تنفيذي جملة من الخطط، نحن ربما لا تتوفر الإمكانيات المادية لدينا، ولكننا سنسعى ونجتهد في توفير ما يلزم لجعل هذه التصورات لتكون عملا ونشاطا وفاعلية في أرض الواقع بإذن الله. نعم أستاذ محمد رمضان، ربما يعني قبل أن أتوجه إلى الإخوة سؤال أيضا، عن طالما ذكرت مجلة نوافذ أستاذ محمد، ماذا عن المجلة يعني النوافذ الثقافية والأدبية والفكرية، كانت لسان حال الاتحاد، هل ستواصل صدورها بذات النهج؟ ربما أشرت أنت في إجابتك الآن، لكن عاوزين نتأكد يعني هل هذه المجلة ستستمر في الصدور؟ المجلة تم إصدار في المرحلة الماضية، تم إصدار عدد أربعة أعداد أو أربعة إصدارات، وهي مجلة تعبر عن الاتحاد وأنشطته، ويتم عكس الأنشطة الثقافية والأدبية والإنتاج الفكري للكتاب الأريتريين. وبالتالي ستستمر بإذن الله مجلة نوافذ بذاك الألق وبذاك النهج. والآن هنالك مجموعة متميزة ستدير مجلة نوافذ، ونأمل أن نقدم أعداد في القريب العاجل بإذن الله عدد متميز من مجلة نوافذ. شكرا أستاذ. نعم أستاذ إبراهيم ألولا، نائب الرئيس مسؤول العلاقات الخارجية، ربما سؤال قريب من النوافذ، خلينا نقول هل لدى الاتحاد علاقات مع الكيانات المماثلة أستاذ إبراهيم، من روابط ثقافية واتحادات مماثلة، يعني رؤيتكم تحديدا في هذا الاتحاد أستاذ؟ صحيح، كما أسلف الأستاذ محمد رمضان، إلا أنه عمر الاتحاد لم يكن طويلا بما يكفي، وتجربته أيضا متواضعة، إلا أنه استطاعت القيادة السابقة خلق علاقات مع الاتحادات المنازلة والشخصيات الأدبية العامة في بعض الدول العربية، وكما أسست علاقات طيبة مع المعارض وأدوار النشر في كل من مصر والأردن والعراق، وذلك لخدمة الكتاب من الإصدارات الجديدة وطباعتها ونشرها. وهذا لا يكفي، وإن شاء الله في جعبة المكتب التنفيذي الكثير والكثير، إلا أنه ذو الوقت اهتمامه كله هو بالإعداد للمؤتمر وخلق إدارة شرعية جديدة. نعم أستاذ، شكرا أستاذ إبراهيم ألولا. أستاذ الأديب هاشم محمود، يعني الأنشطة الثقافية ربما التي تحدثنا عنها الآن والأخوين أشار إليها، والفكرية أيضا، يعني هل لديكم تصور في هذه المرحلة تسعون لتقديمه في الساحة الأدبية والساحة الثقافية؟ أكيد أشكر أولا تكرار هذا السؤال على كل الإخوة الذين موجودون بالحوار، وهذا هو دليل على محور اشتراك اهتمام الإخوة. الاتحاد الأستاذ، نعم يعني نعم نعم. نعم 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 أنا أشد هذه اللفتة البارعة من الإعلامي والأستاذ كرار. أقول الآن في هذه المرحلة لدينا الأخ باشمهندس محمود شامي وشخصي مشاركون في رابطة المثقفين، المؤتمر الثالث لرابطة المثقفين أو اتحاد المثقفين الأفارقة، وقد التحقت به مؤخرا، وهذا الدليل على أنه نحن نجتهد في الوصول إلى المنظمات المماثلة والنظيرة. سنعمل وسنجتهد بكل ما وسعنا من أجل فتح هذه الآفاق والتواصل مع الجهات
الثقافية في المحيط العربي والأفريقي من أجل التعريف بالكاتب الإريتري أو بالعمل الأدبي للكتاب الإريتريين. وهنالك أستاذ كرار نقطة قد لا يلتفت إليها الكثيرون، هل تعلم أخي كرار أن أول رواية كتبت بالرواية باللغة الأفريقية كانت لكاتب إريتري؟ هذه بدأنا نتلمس كل هذه الخطأ، وسنصل إن شاء الله مع قيادتنا وقاعدتنا من أجل إبراز الدور الإيجابي للأدب الإريتري وإبراز الكتاب الإريتريين والعمل على خلق رؤى إن شاء الله يتوافق عليها الجميع. أتمنى أن نوفق في تسليم الأمانة ونرتب البيت الداخلي لاتحاد الكتاب الإريتريين بالمهجة. نعم أستاذنا، شكرا. يعني أعود للأستاذ محمد رمضان، ربما أيضا هذا سؤال مرتبط. يعني هل الاتحاد أستاذ محمد رمضان تقتصر عضويته على كتاب اللغة العربية، أم اهتمامات هناك اهتمامات بلغات إريترية أخرى؟ ونحن نعرف أن في إريتريا عدة لغات غير إضافة إلى العربية يعني، فهل هذا الاتحاد عضويته تقتصر على كتاب اللغة العربية، وأنتم كلكم كتاب لغة عربية حسب ما أعتقد؟ يعني لا أدري إذا كان واحد منكم كتب بدون العربية مثلا، ربما إذا كان لأول مرة تعلنون عنه أيضا فرصة طبعا في هذا البرنامج، إذا كان كنتم تكتبون بلغة غير العربية. يعني هل هذا الاتحاد يقتصر على الكتاب اللغة العربية؟ الحقيقة كما أسلف الإخوة الأستاذ هاشم والأستاذ إبراهيم، نحن الآن في بدايات الطريق، وبالتالي لا ندعي الكمال وقد ينقصنا الكثير. فيما يخص كتاب غير الذين يكتبون بغير اللغة العربية، معنا الآن في الاتحاد وأنت واحد منهم الأستاذ كرار، ومعنا آخرون يكتبون بلغات أخرى كالتجرينيا والإنجليزية. ولكن حقيقة في المرحلة القادمة سنحاول استيعاب عدد مقدر من كتاب وإعلامي لغة التجرينيا باعتبارها لغة رسمية بجانب اللغة العربية. فنحن في المرحلة القادمة سنحاول بقدر المستطاع أن نستوعب عدد مقدر من كتاب لغة التيجرينيا باعتبارها لغة إريترية رسمية في إريتريا. ونحن بسبب ضيق المرحلة أو لأننا في بدايات الطريق، لكن الرؤية موجودة والتصور موجود، وقد ناقشنا ذلك كثيرا في اجتماعاتنا ولقاءاتنا لأن نستوعب آخرين، ولكن هذا لم يتم لأنه أولا المدة قصيرة، عمر الاتحاد قصير قياسا بتجارب أخرى، إضافة لذلك أننا لسنا متفرقون لهذا العمل، ولكن هذه الرؤية موجودة والتصور موجود. نحن نريد أن يكون الاتحاد اتحادا وطنيا مستقلا يشمل جميع الأريتريين بمختلف لغاتهم وبمختلف ثقافاتهم وسحناتهم وأقاليمهم. نعم أستاذ، شكرا. يعني هذا سؤال أيضا يقودنا إلى التوجه إلى الأستاذ إبراهيم الأولى، نائب رئيس الاتحاد. علاقة الاتحاد أستاذ، أو يعني بالأحرى أستاذ، ما هي الرؤية المستقبلية كقيادة للاتحاد، وما هو الدور الذي ينبغي أن يلعبه الاتحاد في الساحة لأهمية النقابات المهنية في التطوير والنهضة والوحدة؟ شكرا استاذ كرار، طبعا السؤال كبير في المرحله الحاليه. الحقيقه اتحاد الكتاب هو المحرك الاساسي والمزود الفعلي للمعلومه والحافز للارشيف مقارنه بالاتحادات المهنيه الاخرى، وكما تقع على مسؤوليته حفظ التاريخ والارث علاوه على الاصدارات الموثقه للكتب التاريخيه ادبيه كانت او سياسيه، وحتى المتعلق بالتراث والارث. وهو ما يجعل مهمة وأهمية اتحاد الكتاب كبيرة للوطن والإنسان، ودوره سوف يكون رائد عندما ينتخب قيادته الشرعية. فرؤية القيادة الحالية
هي رؤيتها او كل برنامجها محدد في كيفيه استقطاب المقدرات الاريتريه الحقيقيه واعدادها والوصول بها للمؤتمر. ربما كررت شو اسمه حتى لا تهمني بالهروب من الـ نعم من الـ من الاجابه. فعلى هذا السياق الانتظار هو القياده الشرعيه بحيث يكون عملها رائد وتجمل في الرؤيه المستقبليه للاتحاد ان شاء الله. نعم إن شاء الله. أستاذ هاشم محمود، يعني هذا الاتحاد هل لديه رؤية لدعم الكتاب الإريتريين بالمهجر؟ وأنتم يعني لديكم خبرة في مجال الكتابة في المهجر وعلاقات واسعة طبعا، يعني مع اتحادات ومؤسسات كثيرة. أستاذ هاشم، هل الاتحاد له رؤية لدعم الكتاب الإريتريين بالمهجر في قضايا الطباعة والنشر وتشجيع الجدد يعني في مجال الكتابة؟ ولأن الناس بالفعل تعاني من الطباعة يعني، وهذه قضية شائكة فعلا يعني. أولا أشكرك على هذا السؤال المهم جدا. لعل قضية النشر الآن في العالم العربي أصبحت كارثة، وأنا أقول عليهم دوما قولوا النشر وليس دور النشر. وقلت هذا الكلام في آخر لقاء لي بإسطنبول في معرض الكتاب، قلت أنا الكتاب العرب بصفة عامة يعانون من مشكلة النشر، لأن هنالك الناشر أصبح جشع. حتى لا اشتغل الكتاب الاريتريين الذين يكتبون او الذين يلتحقون به، نحن سنجتهد من اجل تسهيل هذه الامور. ولعلي هنا عبر العلاقات الشخصيه دوما نقدم النصح لمن يتواصل معي عن حجم الدور وعلاقات الدور بالنشر. ودعني هنا اركز على اللقاء الذي جرى بين مدير مؤسسة النخبة والسكرتير السابق الأستاذ محمد رمضان السكرتير العام السابق للاتحاد. كان هذا في إطار بمعرض الشارقة، كان هذا في إطار خلق نواة. ولعلنا دار النخبة الآن تعتبر واحدة من الدور التي عرفت بنشر معظم الكتب الإلكترونية، والتحقوا بها العديد من كتاب القرن الأفريقي حينما أصبحت تتساهل. وهذه ليست دعاية لدار النخبة ولكن في إطار اللفت. سنجتهد لبذل كل ما في وسعنا من أجل تسهيل عملية النشر والتوزيع للكتاب الإريتريين. وحتى الذين لم ينضمون إلى الاتحاد، أنا عن نفسي جاهز أنه حتى أسلمهم كل بعلاقاتي كل التي أمتلكها. أكيد هم أبناء إريتريا، طال الزمن أو قصر سيلتحقون باتحادهم وسيتولون المسؤولية. نعم أستاذ، شكرا. يعني نحن طبعا نتحدث عن اتحاد الكتاب الإريتريين بالمهجر، وهذا الاتحاد الآن في دورة أخرى من القيادة. ربما يأتي السؤال، يتبادر السؤال إلى هل هذا الاتحاد مسجل؟ هل هذا الاتحاد معترف به رسميا؟ هل هذا الاتحاد يعني له موقع، له مكان، أي دولة؟ كثير من الأسئلة طبعا تتعلق بالاتحاد لما نتحدث عن اتحاد، واتحاد الآن هذه قيادته وآخرين طبعا. نحن نقدم في هذا اللقاء يعني ثلاثة من قيادات الاتحاد. أتوجه إلى الأستاذ محمد رمضان، يعني هل الاتحاد مسجل بصورة رسمية؟ وإذا كان مسجل في أي الدول مسجل، ربما يعني إذا كان حتسلط الضوء على المسألة دي لفائدة المتابع، وأيضا إذا كان مرحلة التسجيل نفسها والجهود التي بذلت، لأن التسجيل ليس بالأمر السهل والهين، يعني تحديد المكان، الموقع، الدولة والإجراءات أيضا، وأن تكون ملبي لشروط التسجيل. أستاذ محمد رمضان، حقيقة أولا الاتحاد مسجل بصورة رسمية في مملكة السويد، وقد لعبت الأستاذة قسم الحاج دورا كبيرا في تسجيل الاتحاد بصورة رسمية. وعبر هذه السانحة نقدم لها صوت الشكر من قيادة المكتب التنفيذي المؤقت على جهودها، وكذلك الأستاذة سونيا الشرفاي لعبت ايضا دورا كبيرا في تسجيل الاتحاد، وكذلك الاستاذ عبد القادر ميكال. تم بذل جهود متواصله ولمده ليست بالغسيره لتسجيل هذا الاتحاد. نامل
من الإخوة الذين بذلوا هذا الجهد أن يستمروا أيضا لتوطيد أركان الاتحاد في الساحة بإذن الله. نعم أستاذ، يعني وحقيقة طبعا يستحقون تلك الكوكبة التي ذكرتها، يعني تستحق الشكر، وأيضا عبر هذا البرنامج يعني قضايا وشؤون نحييهم على الجهد الذي يعني بذلوه في خدمة الاتحاد والكتاب والكاتب في المهجر بصفة عامة. يعني أنتقل إلى الأستاذ الأديب الكاتب إبراهيم ألولا، نائب رئيس الاتحاد مسؤول العلاقات الخارجية. أستاذ، يعني هذا السؤال يرتبط بالخارجية أستاذ، علاقة الاتحاد بالمجتمع الإريتري بالمهجر، ويعني أنتم تنشطون بالمهجر بالفعل، يعني هل تحملون برامج مجتمعية يعني كدعم الطلاب الإريتريين بالمهجر وغيرها من البرامج التي يستفيد منها فئات من المجتمع الإريتري؟ أحييك أستاذ قرار على هذا السؤال. صحيح، علاقة الاتحاد بالمجتمع سواء كان بالمهجر ولا بالداخل أكيد علاقة وطيدة. علاقة الكاتب، علاقة الروائي، علاقة الصحفي، علاقة القصاص، فمن مجتمعه دائما، وقت يكتب من المجتمع وللمجتمع، بينور، بيزود بالمعلومة، بيخلق، بيدعم المهارات. فبالتالي علاقة الكاتب، وكنت نقول اتحاد الكتاب نعني الكاتب، فبالتالي الكاتب علاقته بالمجتمع علاقة وطيدة. إلا أنه اتحاد الكتاب مولود جديد وغير مكتمل في الأساس والبناء، ونحن نعتبر إدارة خريطة في الطريق، إدارة مؤقتة مدة صلاحيتها سنة واحدة، ومشروعها الرئيسي هو استقطاب العدوية وإعدادها لبلوغ المؤتمر الذي سيفرز القيادة الشرعية من ذوات أصحاب الكفاءة والمقدرة، وهي بدورها تخلق مؤسسات لكيان الاتحاد، وبالتالي البرامج المجتمعية بكل أنواعها التي ذكرتها مع أهميتها متروكة للقيادة الدائمة التي سوف تنبثق من المؤتمر. فقيادتنا دي يعني دابو تلحق تعمل إعداد واستقطاب للمؤتمر. نعم، وهو طبعا كاسمها يعني قيادة مكتب تنفيذي مؤقت. يعني الأستاذ الكاتب هاشم محمود، هذا الاتحاد أستاذ يعني أين يقف من قضايا الوطن الإريتري وقضايا الاستحقاقات الوطنية؟ أولا يجب أن نميز بين القضايا السياسية والقضايا الاجتماعية. نحن ليس لنا في السياسة، نحن أدباء، نحن نعكس مرآة مجتمعنا، وهذه المرآة يأخذ منها من هو في الحكم ومن هو ضد الحكم، إلى أن نصل إلى بر الأمان. نحن مع شعبنا، نحن مع أبناء شعبنا أينما وجد، مع قضايا شعبنا أينما وجدت، وعلى استعداد لتقديم المساعدة رغم محدودية إمكانياتنا بما نملكه، سواء كانت بالاستشارة أو بغيره. فإن لم يكن الاتحاد يهتم بقضايا أبناء إريتريا الثقافية والاجتماعية وما إلى ذلك، أعتقد لا داعي أن يطلق عليه اتحاد الكتاب الإريتري. ونلاحظ أنه اتحاد الكتاب الإريتري بالمهجة، أتمنى أن يكون مقرنا الدائم لاحقا بالوطن، فنتلمس قضايا ومشاكل شعبنا ونحاول أن نحرك هذه القضايا بالمجموعات القصصية أو بالروايات أو بالمقالات منهم وإليهم إن شاء الله. نعم أستاذ، يعني أيضا أستاذ هاشم محمود، وطبعا كان الحديث عن الساحة وهي فيها تعدد من القوى السياسية وغير السياسية، طبعا الساحة الإريترية، ولهذا كان السؤال. الآن أيضا سؤال حول الساحة نفسها أستاذ هاشم محمود، يعني بصورة عامة الساحة معقدة هي، هل تتوقعون، وهذا الاتحاد والاتحاد يعني واجهته عقبات، هل تتوقعون عقبات أخرى تواجه الاتحاد، أم ترون أن المعالجات التي قمتم بها يعني كفيلة بتجاوز ما يطرأ من عقبات في المستقبل؟ أتوقع نحن الطريق أمامنا ليس مفروشا بالورود، كما أسلفنا الذكر مجتمعنا الإريتري بكل تعقيداته السياسية والاجتماعية وبكل ما يحمله من تباينات
أكيد هنالك من يرضى بهذه الخطوة التشريعية، وهنالك من يعتبرها انقلاب، وهنالك من يروج لها لأنها يسعى إلى فشل. للأسف الشديد أن بين من يتحدثون اللغة العربية في إريتريا تعلموا هذه اللغة من أجل الإضرار لمن يكتب بها، وحينما يجلسون مع الأخوة العرب يتملقون. نحن في مجتمع فيه الكثير من التباينات، سنجتهد كقيادة إلى الوصول إلى بر الأمان. رغم هذه التباينات، رغم هذه الخلافات، سنعمل بإذن الله تعالى إلى تسليم القيادة، إلى تسليم المؤتمر، والمؤتمر سيد نفسه. أكيد من يدخل العمل العام هذا المعترك لن يجد الثناء والتقدير، ولكن يعمل من أجل القضية وإيصال رسالة. فهنا تكفيني أو تكفي الإدارة شرفا إنها عملت على تحمل هذه المسؤولية في الوقت الصعب جدا. وإن شاء الله من يأتي من بعدنا يستطيع أن يبرز كل هذه الأدوار، وسنسجل للأجيال القادمة هذه المراحل. تباينات شعبنا ونضالات مسيرته الطويلة خلقت الكثير من التناقضات، ولكن نحن نعمل على الكثير من الإيجابيات، وأن تكون التناقضات إيجابيات. حفظ الله شعبي أينما حل وارتحل، وإن شاء الله نلتقي في وطننا حينما يكون معافى وتكون الفرصة سانحة في ذلك. نعم، شكرا أستاذ. أستاذ محمد رمضان، أتوجه إليك، يعني هل تعتقدون أستاذ أنكم، والحديث طبعا عن العلاقات بين المكتب التنفيذي أو القيادة ككل الاتحاد، وما طرأ من خلافات ربما في المستقبل أقعد الاتحاد الآن، أستاذ محمد رمضان، هل تعتقدون أنكم كقيادة جديدة تتسم العلاقة بينكم بالتفاهم التوافق، هل قادرون على تقديم تجربة عمل ثقافي وأدبي وفكري مقبول في هذه المرحلة؟ أولا لا ندعي الكمال ولا ندعي المثالية بالتأكيد، ولكن كمكتب تنفيذي يجمعنا أهم مشترك، وهو توصيل الاتحاد إلى المؤتمر بقاعدته وقيادته. كما الآن لدينا مجلس إداري مؤقت نعود إليه في حال طرأت أي خلافات في المكتب التنفيذي، ولكن حتى هذه اللحظة هنالك توافق وهنالك انسجام. كما ذكرت ليست هنالك مثالية، لكن الهم المشترك الذي يجمعنا كمكتب تنفيذي هو إيصال هذا الاتحاد والخروج به إلى المؤتمر. وبالتالي نحن كقيادة منسجمة إلى حد بعيد، وبرامجنا تمت الموافقة عليها والمصادقة عليها من المجلس الإداري، وبالتالي نحن سنعمل معا إلى تنفيذ ما التصورات التي وضعناها والخطط التي وضعناها بإذن الله، بالتشاور والتعاون والتكاتف في هذه المرحلة. نأمل أن نقدم تجربة متميزة، ونشير أيضا إلى أن المكاتب في المكتب التنفيذي مكتملة، وبالتالي نحن الآن في الاتحاد هنالك مكتب تنفيذي مكتمل، وهنالك مجلس إداري مكتمل، وبقيادة أنا أعتقد بقيادة الأستاذ عبد القادر ميكان رئيسا للمجلس، والأستاذ الباشمهندس محمود شامي نائبا للرئيس، والأستاذ عبد يوسف مقررا للمجلس. نحن في تقديري قيادة إلى حد ما يربطها هم مشترك وتوليف إلى حد ما أراها مناسبة، ولكن كما ذكرت في بداية حديثي لا ندعي الكمال ولا المثالية. نعم أستاذ، شكرا أستاذ محمد رمضان. نعم أستاذ الأديب إبراهيم لولا، نائب رئيس المكتب التنفيذي مسؤول العلاقات الخارجية، السؤال لك أستاذ، يعني هل الفعاليات، يعني معروف طبعا المعارض التي تقام في أكثر من دولة ومكان وسنويا طبعا، والناس تهتم بالمشاركة فيها، الكتاب طبعا الناس تعرض منتوجها، هذه الفعاليات التي يعني معارض الكتاب أستاذ إبراهيم، هي لأهميتها يعني، وهي أيضا تمثل
جوهرية للكتاب. كيف يشارك الاتحاد الكتاب الإريتريين في تلك المعارض، يعني مثلا زي معرض الشارقة، معرض الكتاب بجمهورية مصر العربية، وكذلك معرض الكتاب يعني بقطر؟ ويا ريت لو أديتنا يعني فكرة عن هذه الفعاليات وكيفية أن الاتحاد يشارك فيها. حياك الله استاذ كرار. ربما السيد الرئيس يمكن تطرق بعض الشيء على بعض الايضاحات، ولكن من باب الايضاح اكثر، بالنسبه للمشاركات، التقييم والجوائز في اي دوله تعتبر المشاركه فرديه، والروايه الجديره بالتنافس والكاتب المتميز وحدهما من يخلقان فرصه الدخول للمنافسه. اما مشاركات الكتب في المعارض تكون عبر دور النشر، دور النشر المشترك في المعرض المعين يطرح معظم الإصدارات الجديدة من الكتب والتي عليها إقبال من الإصدارات القديمة. وإحنا ربما عندنا علاقة خاصة اكتسب الاتحاد عن طريقة العلاقات الفردية. مثلا على سبيل المثال، هنا في الدوحة المكتبة العربية بكثارة يعني فاتحة دعم لوجستي كامل، بالذات بالنسبة للإصدارات الجديدة للكتب، من مناقشة وتقييم وبحث يعني، وحتى الأندية اللي موجودة داخل الدوحة، نادي الجفرة، وحتى وزارة الثقافة في حد ذاتها بتشجع العمل هذا. فصحيح ما دخلنا فيها باسم اتحاد، ولكن يكفي أن رئيس الاتحاد منغمس في العمل هذا، ويمكن شاق الطريق هذا، وهذا حتى تكون بوابة للاتحاد وللكتاب الإريتريين، تكون فرصتهم كبيرة جدا. نعم، الكاتب هاشم محمود، ربما إن كانت لديك إضافة على ما تفضل به الأديب إبراهيم ألولا أيضا أستاذ. وسؤال آخر لك أستاذ هاشم محمود، المعايير يعني للانضمام لاتحاد الكتاب الإريتريين، يعني كتاب وإعلاميين وشعراء وغيره، مثلا ما هي المعايير وما هي يعني الاشتراطات ليكون الشخص عضوا في الاتحاد؟ تقريبا في بادئ الامر هنا كنا نهتم بالاخوه الذين اصدروا اعمال ادبيه، والاخوه الذين يوجدون في الساحه ولم يتمكنوا من اصدار اعمال ومعروفون ولهم نشاطاتهم. واعتقد هذه النقطه اكثر من يوضحها هم الاخوه الذين عملوا في مجال استراتيجيه الاتحاد، زي اخونا محمد رمضان الذي كان في يعمل على بلوره الرؤى. نرحب ونشجع كل الكتاب الإريتريين الذين يكتبون القصة والشعر والرواية، وحتى الذين يكتبون المقالات سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو أدبية. ليس بالضرورة أن يكون له إصدار أو إصدارين أو 100 إصدار، أكيد أن الذي يكتب مقال أدبي جيد أو مقال نقدي جيد هو مشروع كاتب. نعمل سويا على تطوير هذه الكفاءات والخروج إلى بر الأمان. إريتريا كم عدد كتاب إريتريا؟ كم عدد الأعمال الأدبية الإريترية؟ بالنسبة لمن حولنا من الدول تجد هذه الأعمال عند كاتب واحد. ممكن إذا قارنا بأي دولة من الدول الجوار، وهذا للاستقرار لأنهم مستقرون. نحن عدم الاستقرار خلق منا أن نقبل بالحد الأدنى. ربما هذه النقاط تناقش في المؤتمر، ويتم وضع شروط وما إلى ذلك. وأعتقد الإخوة مع صالح سعد اجتهد كثيرا في وضع الرؤى ووضع البرامج للاتحاد، ومحاولة تسهيل وليس التعقيد الانضمام إلى الاتحاد.
نعم أستاذ، شكرا أستاذ. ربما السؤال الأخير هو بخصوص الدعم، يعني على ماذا تعتمدون في تسيير أعمالكم بالنسبة للاتحاد، أنشطة الصحافية وغيره؟ يعني هل هنالك جهات داعمة سواء كانت دول أو مؤسسات، وهل هنالك من قبلكم يعني توجه لتلقي الدعم غير المشروط إن وجد؟ يعني هذا السؤال ربما أستاذ إبراهيم ألولا. معلش، السؤال نعم، بخصوص الدعم، يعني على ماذا يعتمد الاتحاد في تسيير أعماله وأنشطته؟ هل هنالك جهات داعمة، دول ومؤسسات؟ وإذا كان في نية من قبل الاتحاد لتلقي دعم غير مشروط، يعني إن وجد؟ حقيقة أنا السؤال هذا أحول للأستاذ محمد رمضان، لأن المرحلة جدا. هذه أنا ما عندي عنها فكرة نعم، صراحة. جميل. نعم، أستاذ محمد رمضان أو الأستاذ هاشم محمود، يعني هذا بخصوص الدعم للاتحاد. تقريبا الاتحاد، أستاذ محمد دقائق تفضل. شوية بس أوضح له الجزئية تفضل. الأولى، وبعد ذلك أنت على أكثر من وليه. نعم، ما أكثر مشكلة. مني. يعني الأستاذ ولا هاشم محمود، أنا أيضا أوجه إليك هذا السؤال، يعني بخصوص الدعم، على ماذا تعتمدون في تسيير هو أعمالكم؟ هذا السؤال من صلاحيات الأستاذ محمد رمضان باعتباره السكرتير العام السابق، وباعتباره هنا برضه في الإدارة الجديدة، وأكثر من تحمل هذه المشاكل. لكن ممكن أجيب على جزئية بسيطة. نعم، الاتحاد ويكمل الباقي ما هو يزال، بنفسه يعني. نعم، الاتحاد ما يزال يعتمد على جيوب القيادة وبعض الاشتراكات إن وجدت. وأخونا محمد كمل الإجابة. والله أستاذ هاشم، طبعا أهل مكة أدرى بشعابها، وأنت هنا رئيس اتحاد الكتاب الأريتريين، وأيضا كنت أحد القيادات التي عملت في المرحلة السابقة، وبالتالي نحن في مركب واحد. حقيقة اتحاد الكتاب الأريتريين يعتمد بالدرجة الأولى على أعضائه وقياداته من تبرعات واشتراكات. نحن اتحاد مستقل، ليست لدينا جهة داعمة إطلاقا، نعتمد على دعمنا وتبرعاتنا. لكن في هذه المرحلة هنالك تصورات لجمع التبرعات، وهنالك ايضا تصورات اذا ما قدر لنا واتيحت لنا اننا نحاول نشوف جهات داعمه. وهذا التصور موجود ونامل ان يتحقق، لكن بالدرجه الاولى التصورات والفعاليات والانشطه كلها معتمده اعتماد كلي على مقدراتنا الذاتيه من تبرعات واشتراكات قياده الاتحاد بالدرجه الاولى واعضاء الاتحاد في الجمعيه العموميه. نعم، شكرا. يعني في الختام طبعا، إذا كان في رسالة توجهونها لعضوية الاتحاد وداعمي الاتحاد ومحبي الاتحاد والجهات الأخرى سواء كانت روابط أو غيرها. باختصار نقول أن الاتحاد ملك لكل إريتري وإريتريا، له موهبة الكتابة بكل أنواعها أينما كانوا. نقول لهم اقتربوا، كونوا جزء منه، تفاعلوا وافعلوا، إن كيان الاتحاد وطن صغير يسعى الجميع. أما رسالتنا للداعمين والمحبين من شخصيات عادية واعتبارية وروابط الاتحاد، نشكرهم ونقدرهم ونثمن دعمهم، ونؤكد لهم نحن جزء منهم وسوف نحفظ على جميلهم. رسالتي للقيادة السابقة للاتحاد، أقول لهم شكرا جزيلا لكم، ما قصرتوا على شيء، قدمتم ما في وسعكم، ونحن إن شاء الله سنجتهد لإكمال المسيرة، ولن نرضى بأي حال من الأحوال المساس بأي قيادة للاتحاد أو الإساءة إليها، فكلنا نعمل في مركب واحد من أجل الوصول إلى بر الأمان. التحية لكل من قدم جهدا أيا كان من أبناء إريتريا ومن كتاب إريتريا لهذا الاتحاد، وأتمنى أن يلتحق الآخرون به. أكرر شكري وتقديري لقناة الرسات والقائمين عليها، ولإخوتي إبراهيم ألولا ومحمد رمضان على هذا اللقاء الجميل والتوضيح، وإن شاء الله موفقون في تقديم الاتحاد إلى بر الأمان. نعم، تفضل أستاذ محمد.
أولا أشكرك الأستاذ كرار هياب مرة أخرى لإتاحة هذه الفرصة ليطل الاتحاد إلى أعضائه ومحبيه وداعميه من قناة الرسالة، وهذا حقيقة يجب أن نكرر شكرنا له مرة أخرى، ونشكر الإخوة في إدارة الرسالة على إتاحتهم هذه الفرصة. نتمنى أن تتاح لنا برامج أخرى ليطل عبرها قياداتنا في مختلف الهياكل، مجلس إداري، إدارة تحرير مجلة نوافذ إلى آخره. أكرر أيضا شكري وتقديري للمكتب التنفيذي السابق وللمجلس الإداري المؤقت الحالي وللجمعية العمومية بالاتحاد وجميع داعمي ومحبي الاتحاد. هذه المسيرة مسيرة الاتحاد يجب أن تدعم، ويجب أن يسعى الناس إلى دعم هذه إلى دعم مسيرة الاتحاد لكي تثمر وتنجح. نحن ليس لنا أهداف شخصية ولا أغراض شخصية، لكننا مصممون أن يستمر هذا الاتحاد كمنصة وكشعلة وكمنارة حتى نعود إلى أريتريا، ومن داخل الأسمرة يتم تقديم الاتحاد برامجه وفعالياته وأنشطته بإذن الله، وهذا ليس ببعيد. شكرا لك مرة أخرى ولمتابعي قناة الرسالة، ألف شكر. شكرا لكم جميعا، قيادة الاتحاد أو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب الإريتريين بالمهجر، الكاتب الأستاذ هاشم محمود رئيس الاتحاد، والكاتب الأستاذ إبراهيم ألولا نائب رئيس الاتحاد مسؤول العلاقات الخارجية، والكاتب الأستاذ محمد رمضان مسؤول الإعلام بالمكتب التنفيذي. شكرا لكم لهذا الحضور الجميل، وحقيقة يعني نود أن تطلعوا أكثر وأكثر عبر هذا البرنامج وعبر برامج الرسالة المختلفة، ومرحب بكم دائما يعني سواء كان المكتب التنفيذي او المجلس الاداري او غيره من اعضاء اتحاد الكتاب الاريتريين بالمهجر، مرحب بكم جميعا ودائما، ويعني لا يسعني الا ان اقدم لكم الشكر يعني مجددا، والى ان نلتقي في برامج اخرى ربما يعني اذا سمحت ظروفكم انتم، ف يعني اشكركم جزيلا، وكذلك مشاهدي ومستمعي فضائية الرسات وبرنامج قضايا وشؤون، شكرا لكم لحسن الاستماع. إن كان لديكم رأي أو تعليق أو ملاحظة نرجو تركه على رابط القناة باليوتيوب، وسنعود إليه بالطبع مع الأخوة أعضاء المكتب التنفيذي إذا إن كان يتعلق السؤال بالاتحاد اتحاد الكتاب الإريتريين بالمهجر، وكذلك نرجو عمل المتابعة والمشاركة حتى نصل إلى الجميع. ختاما شكرا لكم وفي أمان الله.